بمجموعه من الاحداث المهمه جدا اللي فرضت نفسها. لعل طبعا الكل بيتكلم على ان مباراه الاهلي والترجي، مباراه يوم السبت اللي جاي، مباراه صعبه وصعبه جدا. الكل بيتكلم عن قفشه. قفشه معلوماتي الشخصيه ان هو بنسبه 90% هيلحق باللقاء. ممكن هنا موسيماني يفكر بحكم ان هو لسه ما داعبش الكوره، يعني او رجليه ما دسش في موضوع الكوره وانه يعمل تدريبات للكوره، ان هو يدخره لجزء كبير جدا في المباراه. ولكن يبقى قفشه واحد من اهم اللاعبين اللي انا من وجهه نظر المتواضعه لا اجد له بديلا في النادي الاهلي. يعني قفشه هو خير تعويض لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد ان كان قيمه كبيره جدا خرجت من النادي الاهلي، فدايما الاهلي محظوظ بصفقات بتجيله في اوقات مناسبه جدا، بتلعب دور مهم جدا في انها تكمل مسيره اللاعب السابق. يعني ابو تريكه بطل، النادي الاهلي حط عينه على عبد الله السعيد لما كان في النادي الاسماعيلي، جابه قعد شويه لحد ما بقى عبد الله السعيد النادي الاهلي، بس قدر ان هو يعني زي ما بيقولوا كده يلضم مسيره ابو تريكه بعد كده، وبقى نجم النجوم عبد الله السعيد. النادي الاهلي وجد ضالته في قفشه بعد عبد الله السعيد في البوزيشن دوت وفي المكان ده، كواحد بيربط بين الخطوط الاسطى او اللي هو صانع الملعب او صانع اللعب في النادي الاهلي، ونجح بنجاح كبير جدا. ويمكن هو صنع لنفسه تاريخ كبير جدا في النهائي الافريقي امام نادي الزمالك باحرازه هدف تاريخي اكيد لن ينساه الجميع. وعلى فكره هذا الولد حبيب كل نجوم نادي الزمالك، وانسان محترم جدا جدا جدا، يمكن انا اتكلمت عنه مره واثنين وثلاثه، وانا واحد من اشد المعجبين بهذا اللاعب الكبير، وارى ان قيمته في مباراه الاهلي والترجي هتبقى مهمه جدا وجوده، او هيبقى مهم جدا وجوده في لقاء الذهاب حتى ولو جزء في المباراه، وفي مباراه الاياب هيبقى دوره اكبر لان مباراه الاياب هتبقى في القاهره، واعتقد ان وجوده في مباراه مصر مهمه جدا. هو اكيد ان شاء الله يلحق بمباراه مصر، مفيش فيها اي مشكله، بعد حوالي 10 ايام او اسبوعين او اقل مباراه النادي الاهلي والترجي اللي هتبقى هنا في القاهره. اما عن مباراه رادس فهي مباراه صعبه جدا، هي مباراه فنيه ما بين اثنين من المديرين الفنيين على اعلى مستوى. انا قلت لكم ان الاسبوع ده هنتكلم فيه كوره بجد. ليه؟ لان احنا داخلين على مباريات الدوري، داخلين على قبل نهائي الكونفدراليه، داخلين على زمالك واسوان، داخلين على بيراميدز وسموحه، داخلين على بيراميدز ورجاء في الدور قبل نهائي الكونفدراليه، داخلين على الاهلي والترجي والاهلي. معين الشعباني وموسيماني، مباراه خارج الخطوط. الاثنين خدوا كاس افريقيا، الاثنين كسبوا البطوله. موسيماني خد مع النادي الاهلي البطوله، ونفس الكلام معين الشعباني خد مع الترجي البطوله. فانت بتتكلم على اثنين حافظين جدا كواليس وتفاصيل البطولات الافريقيه. ماتش صعب جدا ما بين الفريقين وتفاصيله بسيطة جدا. ناس كثيرة جدا من المتفائلين يقول لك الأهلي هيعرف يعدي مباراة الترجي التونسي لثوابت النادي الأهلي، بس أنا عايز أقول أن الترجي التونسي وعنده الثوابت، ومن الثوابت التاريخية اللي تخلينا لا نأمن هذا الفريق. لو الأهلي بعشرين سنة لاعب الترجي التونسي هيفضل النادي الأهلي، لأن الأهلي بيعرف يكسب الماتشات الكبيرة وبيعرف يخوض مثل هذه المباريات. نادي الترجي التونسي في تونس هو زي الأهلي في مصر، لا يقل في ثوابته وفي عقليته، ودي مهمة جدا جدا جدا. وأنا عايز أتكلم على قصة شخصية النادي وشخصية الفريق. فشخصية نادي الترجي هي شخصية البطولة، زي شخصية النادي الأهلي هي شخصية البطولة. إن كان النادي الأهلي دائما وأبدا بيلعب على بطولة، فنادي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نداء لأهل الخير. مسجد التقوى بقرية أسعد محافظة الشرقية يناديكم أهل الخير لإكماله. يحتاج المسجد لعشرة طن حديد وخمسين طن أسمنت وتلتمية متر رمل وزلط ومية وخمسين ألف طوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة.